يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، تحية لكل اللي انضم لنا عبر مشاهدتكم لبرنامج صباح الإيمان وفقرة المدونات والصحافة. أكيد بينضم لنا زميلنا ميران أحمد. يسعد صباحك ميران. يسعد صباحك صفاء وصباح جميع المشاهدين مشاهدي قناة دار الإيمان وصباح الإيمان. اليوم اخترنا مدونة لكم من مدونات الجزيرة، كتب محمد عبد الغني بعنوان ضيق تملكك ظلمة. طبعا هي المدونة بتتناول مجموعة من الأمور، جاءت بأسلوب إسلامي أقرب للإسلامي. وللحديث أكثر عن هذه المدونة بشكل موسع بينضم لنا محمد عبر السكايب من مصر. يسعد صباحك محمد. صديقي كيف حالك؟ والله تمام، أنت كيفك؟ أنا الحمد لله بخير، الحمد لله تمام. محمد طبعا. محمد خلينا نفوت بموضوع المدونة بسرعة، شو اللي دفعك أول شيء لتدوين هاي المدونة يعني؟ هو في البداية كان الموضوع كان يعني حالة نفسية صعبة جدا، كانت هي فكرة المقال، والحمد لله طلع بشكل كويس يعني، قدر يساعد ناس كتير أو قدرت ناس كتير جدا تقول إن هو ليها لوقت الحج. هو دي كانت الفكرة يعني. فينا نقول إنه كنت بحالة من الاكتئاب وهيك اليأس، بعدين طلعت معك هاي المدونة. طب محمد، من وين بيجي الأمل برأيك، وكيف بحافظ على شعلته بقلبي حسب وجهة نظرك؟ الأمل بيجي لو بصينا لقصص الأنبياء كلها كانت معاناة، ولو بصينا لأنهم كانوا بشر مش كانوا مؤيدين، لأن معظم الناس يقولوا ان هم مؤيدين من الله وان هم لازم اعمالهم هتتحقق وقضاياهم اللي هم بيسعوا عشانها هتتحقق. طبعا الفكره دي مش صحيحه تماما، هم فعلا مؤيدين من الله لكن هم بشر يعني، كانوا بياخدوا بالاسباب لدرجه ان كل احداثهم وحياتهم كانت اصعب من حياتنا بكتير بكتير جدا. فلو خدناها منهج حياه ان احنا نتعامل، قصه سيدنا يوسف مثلا قال تعالى فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني هي عبرة لازم ناخدها عبرة، لو اتخذنا هذه القصص عبرة نعم إن شاء الله هنقدر نبقى على أول خطوة من خطوات الأمل بإذن الله. نعم. بدي أبدأ معك من حيث انتهيت، يعني أنت بالآية الكريمة في تأثر كتير كبير بالقرآن الكريم، وأيضا يعني خلينا نقول في أسلوب إسلامي بطريقة تدوينك. هل بتعتبر هي النقطة نقطة قوة، أو من شأن ذلك أنه يبعدك عن الناس أكثر، الناس المتواجدين حاليا يعني والشباب الحالي؟ لا بالعكس، لأن هو دلوقتي كله محتاج الكلام الصادق الكلام الواقعي، والقرآن طبعا هو أفضل حاجة واقعية دلوقتي، يعني احنا بنحكي من سنين من آلاف السنين ولسه موجودة لحد دلوقتي، ومعظمنا بيمر بنفس الظروف أو ببعض الظروف لبعض قصص الأنبياء. طبعا احنا مهما حصل لنا احنا مش هنقدر نوصل لحالتهم او مش هنقدر نوصل للي هم كانوا فيه او اللي هم كانوا بيعانوا بيه يعني. بس فالقرآن طبعا هو كوسيلة قوة مش اكثر يعني. نعم، يعني يبقى القرآن الدستور الأول والأخير للمسلمين. شكرا لك محمد عبد الغني، كنت معنا من مصر، كاتب المدونة التي هي من مدونات الجزيرة بعنوان ضيق تملكك ظلمة. صفاء، كنا مع عبد الغني محمد عبد الغني، وكنا بنحكي عن موضوع المدونة واللي هو كتبه، يعني الدافع لها الأمل. فشو رأيك بالأمل وشو رأيك بالمدونة كونك قرأتيها يعني؟ شوف، بداية ميران بدي أشكر محمد فعليا على هذه المدونة اللي خارجة من قلبه حقيقة، لهيك وصلت لقلوب كتير ناس اللي حدث فيها عن وجعه. دايما الشخص لما بيحكي من وجع بيكون الكلام صادق، بيوصل بعفوية بشفافية بسرعة كبيرة، فهذا اللي خلى محمد انه هو يكتب ويدون. وانت يمكن ذكرت انه الطابع الإسلامي، يقال انه الدين هو
أفيون الشعوب، لكن الصحيح أنه الدين والعودة للدين هو العلاج الحقيقي، العلاج الجذري خلينا نحكي لهذا الوجع. ومحمد فتح نافذة، نافذة أمل، نافذة الأمل اللي بيحكوا عنها أحيانا مهما كانت صغيرة لكنها بتفتح أفاق واسعة في الحياة، بتعطي الإنسان هيك عودة للحياة بطريقة مختلفة، حتى أحيانا لو كانت هذه النافذة وهمية بالبداية صحيح. لكن صحيح. ستتحول إلى حقيقة بعد فترة. ربما دائما في الوجع نرى الأمور صعبة جدا، نرى صحيح. الأمور شبه مستحيلة لنقول، لكن خلينا نبقي هذه النافذة، نافذة الأمل فعليا موجودة. نعم صفاء، محمد كاتب مجموعة من الأمور والمواقف اللي بالفعل كان فيها أمل، واللي بتحسنا يعني أو بتحثنا لأنه نحن نشتغل أكثر على الطاقة الإيجابية، وأنه نحن يصير الأمل عنا أسلوب حياة بشكل أو بآخر. فالاقتباس الأول مشاهدينا بيقول: هل كنت في الجنة هناك عندما أكل أبوينا من الشجرة؟ ما الذي دفعهما لطلب العفو؟ أتعلم أنه نفس الشيء الذي نتحدث عنه، الإيمان الداخلي الذي يطلق عليه الأمل، أمل في البقاء على الصواب وتعميم فكرة الاستخلاف التي خلقوا من أجلها. ثم يتابع محمد ويقول: في يوم من الأيام أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤمن الوحيد على وجه الأرض، ولكنه لم يستسلم لأن هنالك هدفا يدفعه لإيمان صادق ويقين وأمل، آمل في أن يهدي الله أحبابه وأهله. عندما يتملكك اليأس يعني وترى العالم ظلاما دامسا وسوادا حالكا، لا أحد معك، لا أحد ينصرك، عندما تشعر بالوحدة القاتلة فلا تستسلم لها. في يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤمن الوحيد على وجه الأرض، ولكنه لم يستسلم لأن هنالك هدفا يدفعه لإيمان صادق ويقين وأمل، آمل في أن يهدي الله طبعا جميع قلوب المسلمين وأن يبقوا على الحق، أمل في أن يخرج الله من أصلاب أهل سيدنا محمد من يعبده ولا يشرك به شيئا، أمل في أن يعود إلى دياره بعد ما خرج منها كما كان النبي، وأمل في أن يلتقي بأحبابه، أمل بأن يلتقي بك في الجنة، يلتقي بك حالما طامحا سعيا وراء حلمك وهدفك بإيمان وإرادة وأمل. نذهب معا الآن إلى تتمة الجولة.